صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. اليوم واحد في يسافر ولكن احسن له يفتح كتاب ويسافر بالخيال، واجمل الكتاب لمن بيكون ايضا مغامره وممكن من خلالها انه يتسقف. اليوم فرح كبير لانه صار صديق الكاتب اللي عودنا على قصص فلسفيه، ولكن اليوم ثريلر مشوق جدا لو سكري دوزيريس. وبحب رحب باستديوهات الام تي في بالاستاذ نبيل ملاط. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك، شكرا. يعني كتابك نجاحه صار باوروبا كلها وبلبنان. انا كنت بليبري انطوان وفي اقول لك انه ما عم بيبقى كتاب من كتبك. وايضا بلوريان ليتيرير شفنا انه من الاكثر كتب مبيعا لو سكري دوزيريس. نبيل لقيتك، بعرف انك تعبت انت عم تكتبه، ولكن كنت عارف انه رح يكون نجاحه كثير كبير. صحيح، انا كتبته اخذ وقت، اخذ وقت معي، اخذ كثير بحوثات، كثير دراسات، لانه هو مثل ما قلت من نوع ثريلر، والثريلر هو اكثر من راي شخصي متعلق بحاله محدده بالحياه، بس هو مجموعه قصص. يعني من ميله في البحوثات والدراسات، من ميله ثانيه في القصه، ما في شك، في الاشخاص، ما في الابطال والشرير، نعم، وفي القصه كيف بدها تركب، قصه بوليسيه بتصير بالاخر، يعني أكيد. مشوقه أكيد. جدا. رح نحكي كثير عن الكتاب بس مش عم نخبرهم للمشاهدين كيف بيخلص ولا شيء، لانه ضروري يروحوا يقروه ويقولوا انه موجود بمكتبه انطوان. بحب رحب فيك وايضا اعرف عن حضرتك للمشاهدين. نبيل ملاط من مواليد بعبده سنه 1975، حائز على ماسترز بالحقوق من جامعة جورج تاون وجامعة مار يوسف ببيروت، واليوم صحيح. انت استاذ بمار يوسف، وقد اصدرت اول كتاب سنة 2010 واستقبلتك بكتاب لو بيريبل دو ماكسيم، قصة فلسفية، وانا بهنيك كيف قدرت من الفلسفة تروح الى الواقع والى الاثار والى التاريخ بهالقصة الجديدة، كما انه تعودنا انه نقري لك مقالات بملحق الثقافة للوريون لوجو لوريون ليتيرير، وقلت لي شهر الجاي رح يكون يمكن لك مقالة مبدئيا رح ننطرها اكيد مناطرة. نبيل، مثل ما كنت عم بقول انه من الفلسفة للتاريخ لعلم الاثار، بنلاحظ ومن اوروبا لمصر لاسيا يعني افريقيا، من الاهرام للالهه، ليه حبيت تحكي عن مصر اكيد القديمه وعن اسرار الاهرام واكيد الفراعنه والى اخره؟ انا دائما من انا وصغير بحب التاريخ القديم الانتيكيتي، ودائما كل شيء له علاقه بالميثولوجي المصريه، اما اليونانيه، اما الرومانيه، اما الفينيقيه، بقرا كثير وبسال. من انا وصغير كنت اسال اهلي عن مثلا عن الاهرامات، مثلا عن تروا، عن اومير، هدول المواضيع بتهمني كثير من انا وصغير. هلا كنت اقرا كثير، كنت اقرا، بدي اقول انه حضرتك من عائله يعني مثقفين وادب عريق، ووالدك الاستاذ هيام ملاط تحيه كثير كبيره له ايضا. ميرسي ميرسي كرن. صحيح، يعني انا هيدا المواضيع مواضيع بتهمني من انا وصغير. الصعب كان لإلي انه اخذ هالقصص من التاريخ القديم وضعهم بالواقع اليوم وركب عليهم قصه هي بتتم اون طون ريال، يعني هلا بهذا العصر بهذا القرن. صحيح صحيح، يعني هيدا الموضوع كان صعب، لانه بالاخر واحد بيلاحظ انه من ميله عنده كل هالمعلومات، هالكم من المعلومات يلي بده يدخلهم بروايه. هذا مش كتاب علمي، هيدي روايه، يعني اهم شيء انه القارئ ما يمل. مزبوط، مشوقه أكيد. اكيد، بس بدي اقول انه مشوقه ما في شك. اول شيء فيها يعني تسلسل ايضا بخليك انه ما تقدر توقف تقريها لما بتعرف شو بده يصير، وعندها باك جراوند كثير تثقيفي، لانه اليوم عم تاخذنا على امور ووقائع صارت او كانت موجوده بالتاريخ القديم المصري. خلينا شو هن كانت مراجعك وقد ايه، شو هي الابحاث اللي عملتها وسافرت شيء على المنطقه اللي انت عم تحكي عنها بالكتاب؟ هي
أول شيء قلت على واحد بيقلب الصفحة. الأمريكان عندهم كلمة كتير حلوة لها، بيقولوا it's a page turner. يعني واحد بيقلب صفحة ورا صفحة تيوصل لآخر صفحة. ما في شك. واحد عودون عليهم عدد كبير من الكتاب الأمريكان مثل دان براون مثل باترسون. صح. عودونا على هالنوع الأدبي البيج تورنر. هلأ أنا اللي صار معي إنه عم بحكي عن مصر صحيح، ولكن قلت لنفسي في كتير كتب صار عن الأهرامات، عن رمسيس دو، عن السفنكس، عن المعابد بلوكسر وبأسوان. يعني ناس مش إنه زهقت، بس قلت بدي أكتب عن شيء تاني. نعم. يلي عملته تكلمت عن موقعين أثريين هن بالحقيقة ما اتطرق لهم بعد أي كتاب تاريخي، أي كتاب تاريخ مبلا، بس ما اضطرقوا أي رواية، روايات ما حكيوا عنه. أول واحد هو على بلاتو دو جيزة، على هضبة الجيزة، اسمه لبوي دوزيريس، بير أوزيريس. بير أوزيريس واحد بيروح على مصر بيشوف الأهرامات وبيشوف السفنكس أبو الهول بسموه. ما في شك. بس في أشياء بعد ما تم إدخالها بالروايات، وكتير أشياء منهم بير أوزيريس. بير أوزيريس هو بكل بساطة على هضبة الجيزة واحد بيشوف كل شيء فوق الأرض، بس البلاتو دو جيزة في كتير اشياء تحت الارض. ما في شك. والبوي دو زيريس بينزل 35 متر تحت الارض، وتحت 35 متر تحت الارض قدروا نزلوا ناووس جرانيت وزنه حوالي 10 طن. نزلوه كيف؟ بطريقه بابداع، يعني عبوا رمل وحطوا الناووس وفضوا الرمل من تحت، بينزل الناموس مثل كأنك يعني كان عنده تقنيات من زمان، مثل ما بيقولوا انه بعلبك ما بيعرفوا بعد كيف. صحيح. بنيت. صحيح. خاصة انه كل بلوك يعني مزبوط. ما ممكن مزبوط. لو 200 شخص يقدر يحملها او لو فات اشخاص من هيك بيقولوا، ايام بيقولوا انه هذا ناس من المريخ. إيه. إيه بيقولوا. هيك بيقولوا هيك بيقولوا لانه مش قادرين يفسروا. وذات الشيء هذا سيتون تكنيك يبقوا عندهم اياها سرية كلكو بار. يعني اليوم بعده لليوم اكبر مهندسين ما بي قدروا يلاقوا لها. صحيح. اليوم قالوا انه مره عم بقرا عن بعلبك انه البلوكيت بعلبك اذا اليوم بدهم ينقلوهم قعدوا يعدوا كم جرافه بدهم تينقلوهم. صح. وكم ما بيقدروا ينقلوهم بسهوله. صح. بعضهم لليوم بيتساءلوا كيف قدروا ينقلوهم. صح. هلا مزبوط مثل ما قلتي في كثير نظريات يعني الالينز كان لازم اسال دكتور شارل عن الموضوع. مزبوط. كان في ممكن حدا على المريخ يجا عنا. حلقة ممتازة كانت مع دكتور شارل عشي. سلام. ميرسي. أنت بالقصة أيضاً بتحكي يعني بتدور حول يعني عالم أثار فرنسي ماكسيم لاتور. منلاحظ اسم ماكسيم بيرجع كتير. صحيح. بكتبك. صحيح. هل هو قاصد في شيء أو لأنه بتعتبره اسم فرنسي يعني ممكن يلبق على الكل؟ هو الحقيقة أنه مش نفس الشخص يعني تبع إيه اكيد لا ماكسيم تبع البريب دو ماكسيم مش نفسه ماكسيم دو لاتور بالسكريت مزبوط لاحظت يعني سالوني السؤال لا انا مش عم بسالك لا. لانه عرفت انه ده بس ليش زيت الاسم تبع البطل يعني انا حبيت نقي اول شيء عالم اثار فرنسي حبيت نقي عائله تقليديه فرنسيه مثل ديبون لاتور ديبون كثير ديبون دوران كثير قلت دو لاتور حلو هلا كنت بدي لاقي شيء يبين عن النوع من الأصالة الفرنسية عند هالشخص خاصة إنه علماء الأصالة الفرنسيين لعبوا دور كتير مهم بتاريخ مصر ما في شك وكنت مستعمل اسم ماكسيم من قبل إيتو ماكسيم دولاتور دخل على الرواية من تلقاء نفسه حسيته انه بيلبق له هذا الاسم وهذا الدور صحيح. وانا اكيد انه ماكسيم عنده شيء معنى عندك بكي بكى ابنك بتسميه ماكسيم هيك بيصير شخص حقيقي بحياتك ايضا بيلاقوا ماكسيم لاتور بيلاقي غرفه سريه تحت بأوزيريس بهيدا وبيلاقي بقلب الساكروفاج بقلب التابوت يعني رساله من ايموتاب اللي هو كاتب فيها عن حياته لأوزيريس ومغامراته بالصحراء لمن كانت الصحراء بايامتها عزه مثل ما بيقولوا هيدي من الامور الاساسيه
يعني بالكتاب. مزبوط. وعم بتفسرنا انه اوزيريس عائية مو كان فيها الصحراء. صحيح. اللي نحن اليوم ما بنعرفها لقلنا هي ما في شيء بس كانت قبل الصحراء كلها مثمرة. صحيح. كتير حلو. ليه حبيت هذا هذا الموضوع؟ هو مثل ما قلت ماكسيم دولاتور بيلاقي غرفة تحت بير اوزيريس يعني تحت 35 متر، في بقلبها ناموس يعني ساركوفاج وفي بقلبها بقايا اوزيريس. نعم. يعني هو هون المفروض القارئ يندهش انه لقيوا بقايا اله مش بقايا ملك، بقايا اله. وحده في رولو دو بابيروس. هالرولو دو بابيروس بخبر قصه اوزيريس، إيموتاب بخبر فيها قصه اوزيريس وقتها كان بالصحراء، وقت الصحراء كانت خضراء. نعم. هلا قبل ما تصير صحراء. صحراء قبل ما تصير صحراء هي اليوم بسموها منطقه الصحراء قبل ما الصحراء تتصحر. يعني وهيدي المرحله ما لنا من كثير زمان يعني وهي مرحلة مضبوطة تاريخيا. أكيد. نعم. أكيد هيدي من المؤكد أنه بين 12,000 قبل المسيح. نعم. ولحتى بركة 4,000 قبل المسيح. نعم. مش من زمان كتير يعني. نعم. الصحراء كانت خضراء. نعم. وبعتقد يعني أحسن مثل نقدر ناخذه هالشغلة اللي حضروا فيلم إنجليش بيشنت. مضبوط. في وقت بيفوتوا على كهف رالف فينز وكريستين سكوت توماس بيلاقوا ناس عم تسبح، وتستغربوا انه كيف هالناس اصلا مين بيعيش بالصحراء. وحتى وقت بيصير واحد يعيش بالصحراء كيف بيكتب عن حيوانات وعم بيتصيدوا سمك والصحراء ما فيها نقطه مي، والصحراء ما فيها نقطه مي. من وقتها بلشوا يعملوا ابحاث. ايه؟ ابحاث وتاكدوا انه الصحراء كانت خضراء. ومين ساعدهم كثير بهالموضوع؟ الناسا. عم نرجع على دكتور شاب عشان لانه الناسا مع الساتليتات فيها تشوف شو في تحت الرمل. ما في يعني شك. بتعمل تنزل تخرق لاخر وبتشوف انه في رطوبه، بتلاقي الانهار كيف كانت، لان بتعرف من تركيبه الرمل كيف كانت الانهار تمرق. رجعوا ركبوا الصحراء كيف كانت قبل ما تتصحر. حلو كثير. مش من زمان كثير. هو الملفت حكيت عن الالينز شوي، لان الناس بيقولوا انه هالحضارة المصرية كيف طلت من العدم، من مشي، انه صار عندنا اهرامات من نهار للتاني. مش صحيح، لانه وقت واحد بيتبع قصة الصحراء الخضراء بصير يفهم انه كيف وقت تصحر الناس اللي عايشين بالصحراء انتقلوا لوين. هلا انا رح اعطي صورة كثير كثير واضحة واقعية. نحن اذا كملنا نعمل هيك ببلطنا عم نتسحر. صحيح. يعني يمكن اكيد انا عم بالغ نحن نوصل، بس اذا كملنا هيك بعد الوفات السنين بتصير لبنان صحراء. حتى قبل يعني قبل في بلدان بعتقد مثل اثيوبيا. نعم. اكثر واكثر قد ما قلعوا الاشجار. ما في شك. تسحرت بسرعه وصلت. ما في شك. عملوا غنيه وي ار ذا وورلد بالثمانينات نتيجه. مزبوط. لانه شو بعد شتم، ما عاد شتم، ما عاد في خضار، ما عاد في. وهلا مع الجلوبال وورمينج صارت المشكله اكبر واكبر. أكيد. يعني عم بينعاد التاريخ. يعني اذا واحد نبيل بيقرا كتابك بصير يعرف انه بيعد بصير ينتبه وبينتبه على وطنه وعلى خضار وطنه. رح نكمل نحن هيدا الحديث بس من بعد وقفه مع الاخبار. مشاهدينا الكرام، منتابع الفقرة اليوم مع الأستاذ نبيل ملات. صرنا بمصر وبالأهرام وبالصحراء وبالتصحير وسكريت أوزيريس، كتاب عن جد استمتعت بقراءته كتير كتير. اليوم بنشوف أنك بتحكي عن الهيروغليف أيضا، وحبيت أيضا كتير المقالة اللي انكتبت عنك بلوبوان Le Parisien, mon dimanche, allo, hello, no, pas du tout écrit sous la forme de hiéroglyphes, mais bien sûr, il parle de tout ça. حدا ساعدك من يمكن علماء الآثار تتفوت شوي بالجو أكثر، أو كانت كلها أبحاث شخصية ومعلومات أنت جبتها من الكتب ومن؟ هي أكثر شيء كانت أبحاث شخصية. نعم. لأنه أنا بقرأ هالمواضيع دائما، بس أكيد وقتها لقي محل. يعني انا كنت عم بحكي عن بير اوزيريس وعلى ماركس اثاري الثاني، انجبرت اطلع على بحوثات علميه، على كتب علميه، لانه ما في حدا واصف بير اوزيريس بروايه بعد. يعني حبيت اعرف وقتها بقرا مثلا مقاله علميه عن بير اوزيريس، وقتها بيحكوا عن اللي بيعملوا الجرافيت مثلا. صح. اما دائما حب اوقات اقعد مع علماء اثار تيوضحوا لي على الضبط
شو بتعني لهم هن كعلماء آثار؟ ما في شك، ويمكن أكيد. منهم تستوحي كمال روايتك أكيد. أيضاً أكيد. اليوم أنت عم تكتب نبيل روايتك، لا قدي عطيت من الواقع ومن المعلومات والأبحاث اللي عملتها، وقدي عطيت من خيالك؟ أنا اعتبرت في خيال كتير يعني واسع مقابل الواقع والتاريخ. هي الحقيقة أنه كل شيء له علاقة بالمراكز الأثرية، بالمواقع الأثرية، بير أوزيريس هو موجود، ما في شك، ومتمني وصفه على الزبط مثل ما هو. نعم. أنا بلاقي الفرق الوحيد أنه بلاقي غرفة رابعة تحت آخر غرفة، هيدي هي. ولليوم منا أكيدين أنه ما في غرفة رابعة. نعم. يمكن يكون في غرفة رابعة بعد ما تأكدوا. لليوم ما يوحي يلاقوها ويلاقوا مثل ما أنت كاتب الكتاب ويفكروا شيء إليه، ساعتها ببطل رواية ببطل رواية إليه نبي نبيليس لا مش هالقد، مش لامحين هالقد. وموقع تاني، مركز تاني أثاري كمان كمان ما تم وصفه أبدا بالروايات. نعم. هو نابتا بلايا. نعم. اليوم هو بتحكي عنه كتير. هو نص بنص الصحراء اليوم، بس وقتها كان بمنطقة خضراء تستقبل الناس والمواشي ويعيشوا حوله. نعم. وقتها تسحرت انتقلوا عن النيل، من الانتقال عن النيل نشأت الحضارة المصرية. ما في شك. واليوم واحد بنابتا بلايا بشوف أسس هالحضارة المصرية من عدة نواحي، بلاقيهم هنيك. وهلأ اليوم علماء الأثار عم بيقولوا أكتر وأكتر أنه نابتا بلاي هي منشأ الحضارة المصرية. ساعتها بشوف كيف عم نبعد عن الأليينز، لأنه لا صار عنا على الأرض شيء ببين أنه الحضارة قبل كيف تدريجياً نشأت الحضارة المصرية. حلو كتير عكو حال اليوم، بحب أحكي كتير عن الحضارة المصرية اللي هي غنية بشكل ملفت، ولا اليوم بعدهم عم بيلاقوا فيها. وما ننسى أنه هي من أعظم وأعرق الحضارات، ونزعل اليوم أنه نشوف صار في يعني في كتير حضارات، مش عم بحكي بس المصرية، أنه رجعوا يعني صار في بدل ما تطور رجوع إلى الوراء بكتير نواحي. أصلاً نحن كمان يعني المنطقة العربية ككل بتشوف أنه العظمة اللي كانت موجودة مينيموم أنه بس نقول نحن نحافظ عليها، لأنه اليوم حتى في مناطق وأماكن أثرية بلبنان عم تتكسر وعم بينمدها فوقها بنايات جديدة. هذا حرام يعني، خاصة وقت واحد بيعرف أنه بيقدر واحد يبني بنايات جديدة مع الحفاظ على مع إزهار الأثرات القديمة، بس هذا بيعمله بكل بلدان العالم. هذا النامية المتحضرة، بس مش هيك السوق الحظ بلبنان أكيد مش هيك عم بيصير. هو المهم إنه العالم العربي يحافظ على الإبداع، ما في شك، لأنه العالم العربي هو عالم تلاقي، منه عالم خلاف، وطلع منه الحضارة أكيد. نعم. منه عالم خلاف، ما في شك، هو عالم تلاقي. نعم. والمهم جدا إنه تقبل الآخر أكيد على مستوى كل الحريه، اكيد هذا اهم شيء، التوليرانس، الانفتاح للاخر اكيد، والابداع اهم شيء، الابداع صح. يعني الابجديه خلقت هون، هيدا ابداع، ما في شك. بناء الاهرامات، بناء اللي بعلبك، كله نشا هون، هيدا شك. كله ابداع اصلا. منطقتنا من اغنى المناطق يعني اكيد، بدون شك، ما في شك. اسلوبك نبيل، يعني ما فينا ما نحكي عن اسلوبك، عم تحكي لي عن دان براون والى اخره، ولكن في اسلوب نبيل ملات اكتشفناه اليوم بلو سكري دوزيريس، اسلوب سلس، في كثير من الحوار، يعني بتطلعك في حيويه بالكتاب، وايضا كثير من المعلومات والثقافه اللي موجودين من وراء ابحاثك اكيد، وحضرتك انسان مثقف قبل ما تكون كاتب. يعني خبرنا اكثر، مغير ستيلك هون اسلوبك عن البريب دو ماكسيم. أكيد. اوكي، قصه فلسفيه، دخلتنا اكثر الى داخل الشخصيه. اليوم عم بالعكس عم بتطيلع، يعني عم بتاخذنا صوب الحضارات، صوب التاريخ، صوب الروايه البوليسيه، الثريلر المشوقه. صحيح. لبيريب دو ماكسيم كان لي بمثابه تعارف بين كاتب وقارئ، يعني مثل كانه كارت دو فيزيت، تا يعرف هالقارئ منو هالكاتب. نعم. اكيد اسلوبه مختلف كليا عن سكري دوزيريس. ليش؟ لأنه هو مكتوب لبيريب دو ماكسيم كقصة فلسفية مثل لبيتي برانس، شوي مثل كانديد، أسلوب السلس الهين. نعم. اللي بيقدروا يقروا الكل، هو بيقدر يكون متناول الكل. مزبوط. واللي كله مزبوط. مفاهيم ورسالة بالآخر. مزبوط مزبوط. لسكري دوزيريس ما كنت بقدر أتبع فيه نفس الأسلوب، ما فيش، لأنه هو نوع أدب مختلف، ما فيش، يعني مضطر
اعتمد أسلوب بيواكب التشويق. ما بيقدر واحد مثلا، عم بعطي مثل، إذا واحد بده يشوق القارئ ما بيقدر يكتب جملة دلع على 30 سطر ما في نقطة بعد، بده يعرف كيف يقطعها بطريقة يعني تحس القارئ إنه عم بيواكب القصة، صح، انه هو جزء من القصة ويخبط قلبه ويجي أكيد. يعني انا صاروا كلها بدي اقول انه كتابك خرج انعمل فيلم سينمائي بكل امتياز، يعني حلو كتير، يعني انا قليل اتشوق هالقد لكتاب، ولكن عن جد بفهم اللي عم بيكون الاكثر مبيعا، وكل المشاهدين اللي بعد ما قريوا واللي بيحبوا الثريلر عن جد نحن نروح نشتغل من لكتاب عالميين، ولكن عندنا اليوم كتاب لبنانيين من اكيد يعني مقام عالمي. ميرسي ميرسي. اليوم قد ايه بتآمن بالثقافه بالكتابه؟ يعني اليوم شو الفرق بين كاتب عم بيكتب ممكن ثريلر عن وعامل ابحاث يعني شوي بس انه عم بيظبط حاله، وبين كاتب مثقف مثل والدك وحضرتك اللي بحطوا عدا اسلوبهم الادبي الرفيع ثقافتهم بكتاب؟ يعني هو المهم شو بده يكون دور الكتاب بالمجتمع. دور الكتاب بالمجتمع انا بنظري مهم كثير. في عندك كتاب، في عندك كتب بروباغندا بتكون، يعني فيك تاخذي 20 30 كتاب بكونوا عم بيحكوا عن نفس الشيء بنفس الطريقه عن نفس الموضوع. نعم بنلاقيها كثير، هي بتلاقيها كوبي بيست بتلاقيها كثير. نعم المهم انه واحد يقدم للمجتمع اول شيء شيء يكون جديد، ما في شك، شيء يكون مختلف، وشيء كمان حتى لو كان روايه يقدر القارئ من هالروايه يكون يستنتج. تعلم شيء اول شيء يتعلم شيء، ثاني شيء يستنتج ما يمكن انه يساعده اما يواكبه بالحياه، ما في شك، لانه بالنتيجه انك واحد كتب روايه اما قصه فلسفيه عم بيكتب عن ناس، ما في شك، ولو اشخاص خياليين مزبوط. بس بيشبهوا كثير من الناس الواقعين، لانه الخيال والواقع اليوم فايتين ببعضهم، يعني ما في غير خيط يمكن بيناتهم. اكيد أيضا. هو لو سكريت اوزيريس كمان انا حبيت يكون اقرب شيء من الواقع. نعم هو لو سكريت اوزيريس اللي نشره دار الارشيبال، نعم اهم شيء انه حبيت كيف، لانه بتعرفي بفرنسا بعد منهم بتقبلوا فكره الثريلر كثير قبل بامريكا، ما في شك، بعده شيء جديد، بعده شيء جديد، ومعظم الكتب ولبنان ايضا، ومعظم الكتب الثريلر بفرنسا نعم. هن كتب امريكان، صح، مترجمين، صح، ما في على شك على الفرنسي. على كل حال بتمنى انه نكون شوقناهم قد ما كتابك مشوق لسكيت اوزيريس موجود بكل خاصه بالليبرري انطوان. توقيعك كنت بفرنسا ناجح جدا جدا، وقريبا توقيعك بلبنان انا ببقى بقول وقتها لازم على الهواء. امتين الف مبروك، وان شاء الله ناطرين الكتاب الثالث ضروري. ميرسي بوكو. مشاهدينا الكرام انا بودعكم وبشوفكم نهار الخميس، وهلا بنبقى مع زميلتي رولا. مشاهدينا خلصت حلقتنا لليوم، نحن رح نبدا بتحضير مواضيع بكره، بكره الاربعاء بنص الجمعه. فينا نكون سلبيين ونقول يا الله بعد في يومين من العمل، وكمان فينا نكون ايجابيين ونقول بعد يومين بيبدا الويكند ونفكر بكل المشاريع الحلوه اللي حابين نعملها، وبهالطريقه باكد لكم الوقت رح يمرق بسرعه. انا برجع بشوفكم الله رد نهار الجمعه، احلى لوقت مع برامج الام تي في. باي باي.